السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فواكه اللحوم، طريقتها حلوة ولذيذة وعايزاكم تجربوها. يلا بينا نقول مكونات فواكه اللحوم. ودلوقتي هنقول مكونات فواكه اللحوم. احنا عندنا في مصر هنا بنسمي الأكلة دي فواكه اللحوم، وفي بعض الناس بيسموها السمين. دي أول حاجة فشة. الفشة دي أنا سلقاها، الفشة لازم تتسلق لوحدها، ما ينفعش أقطعها وأحطها مع الكبدة والحاجات بتاعتي. الفشة دي بتبقى يعني قطع كبيرة كده، يعني حتة كبيرة بتبقى لوحدها. بجيبها واغسلها كويس واسلقها في مية وملح لغاية لما احس ان هي استوت، لان بيبقى فيها دم كتير فلازم تتسلق لوحدها. وبعد ما تتسلق اطلعها تهدى واقطعها ترانشات بالشكل دوت. بس ده كل اللي عملته فيها، ان انا سلقتها ولحمة مفرومة، لحمة مفرومة عادية خالص. وديت فواكه اللحوم عندنا اللي هي بتبقى عبارة عن كبدة وقلب وكلاوي، وفلفل رومي متقطع قطع صغيرة، وليمون، وديت هريسة سبايسي. أنا النهاردة عاملاها بالفلفل الأخضر، في الفيديوهات طريقة بالفلفل الأحمر. دي اللي حابب إن هي يحبها سبايسي، اللي مش حابب مش ما يحطهاش يعني يلغيها. بس هي الأكلة دي بتتاكل بسبايسي شوية. ومعلقة توم كبيرة مفرومة. أول حاجة هبهر عندي اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة هحط عليها نص معلقة توم باودر ونص معلقة بصل باودر وربع معلقة صغيرة خفيفة كده اللي هي الكبة الصيني ونص معلقة فلفل أسود ونص معلقة ملح. دي بهارات اللحمة بتاعتي. الأول بجيبها هادي، دي هدعكها كلها كده ببعض، هتبلها كده وابدا اكورها، اعملها كور صغيره، كفته صغيره بس على شكل كور. اكله حلوه جدا، واحنا عندنا في مصر هنا مشهورين بيها، في اماكن كتير هنا معروفه باكله السمين ديت. في محلات بيقولوا عليها ان هي مصمط، مصمط دي يعني بيبيع كل حاجه متعلقه بالعجل. يعني من ضمنها الاكله المشهوره قوي هي اكله فواكه اللحوم. هجيب طبق واكور اللحمه عندي، بس انا عايزاها كور صغيره مش عايزاها كبيره، عشان خاطر وانا باكل ما تبقاش حاجه كبيره يعني معايا في اللقمه، لان دي بيتاكل بعيش، فعلى قد ما اقدر اصغرها عشان خاطر تبقى ايه سهل معايا في الاكل. هي كش عن كده شوية في التسوية، بس كل ما تبقى أصغر كل ما تبقى أحسن. طبعا اللحمة بتاعتنا المفرومة دي فيها نسبة دسامة بس مش كتير، نسبة دسامة معقولة عشان خاطر هي الأكلة دي أصلا دسمة، فيها حاجات كده إيه يعني. أنا إلى حد ما حاولت أشيل من الكبدة والقلب والحاجات بتاعتي اللي هنا ديت سمين، ببقى حاطين فيها سمين زي كده بيبقوا مكترينه، يعني اللي بيبقى حابب يشيله انا بشيله عشان متبقاش يعني دسمه زياده عن اللزوم. الاكله دي حلوه جدا، يعني اللي هيجربها هيحبها قوي ويعملها على طول. بس اهم حاجه يا جماعه هنا من فواكه اللحوم ديت، الفشه ما تتحطش مع الكبده، يعني هتبقى طعمها وحش جدا. ودلوقتي انا خلصت تصبيع الكفته او كرات الكفته، وهنروح دلوقتي على البوتاجاز عشان خاطر نسوي فواكه اللحوم مع بعض. يلا بينا. دلوقتي انا حاطه ووك عندي على البوتاجاز سخنه، وهنزل فيها معلقه سمنه. هي الاكله دي هتبقى يعني هتعوز سمنه مني كتير، بس ايه في كل مرحله احط احتياج الحاجه اللي هحطها. اهم حاجه ان هي تبقى الطاسه بتاعتي سخنه، عشان خاطر انا دلوقتي هنزل الكفته بتاعتي، فمش عايزه الكفته بتاعتي تنزل ميه، احطها سخنه عشان خاطر تقفل المسام بتاعتها على طول. Thank you.
خلي الكفته بتاعته تاخد لون من كل ناحيه. بس بالراحه وانا بتعامل مع الكفته عشان خاطر ما تتفكش مني. بعد يعني الطريقه الاحسن بعد لما تكوريها كده تحطيها في الثلاجه يعني 10 دقايق ربع ساعه. تخليها على كل اتجاه كده لغايه ما تاخد لون عشان خاطر انا عايزاها تستوي من كل ناحيه. طبعا الكفته ما بتاخدش معايا وقت خالص. طبعا يا جماعة التسوية دي على نار عالية. هبدأ بقى اطلع الكفتة بتاعتي. يا جماعة حلوة جدا، عايزكم تجربوها بالطريقة دي وتقولوا لي ايه رأيكم. بعد ما طلعت الكفتة هحطها على جنب دلوقتي عشان خاطر ايه، انا هحطها في اخر مرحلة تاني بس هنزل بالكبدة. الفواكه اللحوم بتاعتي اللي هي كبده على قلب على كلاوي، يعني مجموعه كده حلويات على بعض. انت قولي الجزار انا عايزه فواكه اللحوم او الحلويات بتاعت اللي هقلبها الاول كده كام تقليبه بغير لونها خالص. في المرحله دي انا هحط نص ليمونه معصوره، بتدي طعم حلو مع الكبده والمندازه حلوه، والفلفل اسود وملح وسبع بهارات. ده كده بالنسبه لي بهارات الكبده بتاعتي. مش هحط اكتر من كده لاني انا مش عايزه طعم التوابل يبقى طاغي قوي ويضيعوا لي طعم الكبده والحاجات اللي انا حاطاها. اشوح فيها كده بس حوالي ايه مثلا 10 دقايق علشان خاطر تستوي معايا. بعد كده هنزل الفشه وهنزل بعديها الكفته اللي انا عملتها والفلفل والخطوات اللي انا ايه لسه ما حطيتهاش، بس بدوس عليها لسه شويه. والكبده يا جماعه من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت معانا خالص. دلوقتي هخلي النار متوسطه، الاول كانت عاليه عندي عشان خاطر ما تنزلش ميه كتير، دلوقتي متوسطه وهخليها اقعد اقلي فيها لغايه لما تشرب الصوص اللي هي منزلاه دوت. هفتكر الكبده في المرحله دي كده على جنب لما غيرت لونها، هفتكرها كده على جنب واحط نص معلقة سمنة. السمنة بستخدمها هنا يا جماعة سمنة بلدي، اللي حابب يستخدمه جدا مفيش مشكلة. وهنزل الثوم هاخد تشويحة كده الثوم، وهنزل معلقة الهريسة بتاعتي. الهريسة دي صغيرة يا جماعة، اللي حابب يلغيها يلغيها.
بس هي الاكله دي يعني بتحب تبقى اصفر. وهننزل بقى ايه كده كده الهريسه دي يا جماعه انا عاملاها في الفيديوهات، هريسه بس فلفل احمر، دي بفلفل اخضر حامي برضه. هي عباره عن فلفل حامي احط في الكبه واحط معاه معلقه ثوم مفرومه وملح ومعلقتين زيت، معلقتين زيت لو هنحط يعني حوالي 3 او 4 وحدات فلفل، لو نص كيلو مثلا فلفل احط ربع كوبايه زيت وربع كوبايه خل واضربهم في الكبه. بعد كده احطها في برطمان واشيلها في الثلاجه. تستخدم بقى في الكبده، في تخيل باذنجان، لاي حاجه محتاجه فلفل حراق. انا يعتبر كده الكبده بتاعتي بقت 3 ارباع سوا كده، 3 ارباع سوا. هبدا بقى انزل بقيه الحاجه اللي عندي عشان ياخدوا بتاع بعض. انزل الكشك الفلفل الرومي ريحتها يا جماعة، وانا كل شوية ازود مكون يعني الريحة مش قادرة اوصفلها. الطعم كمان ان شاء الله هيعجبكم جدا، يعني مفيش حد الحمد لله داق مني فواكه اللحوم غير لما يعني حبها جدا. هبدأ اخلي النار متوسطة زي ما قلت، وهنزل الكوكه بتاعتي بس مش هقعد اقلي فيها كتير. الكوكه بتاعتي خليها فوق الوش وبس، بقيه التسويه بتاعتها باخدها على الصف. واغطي الكوب بتاعتي واسيبها حوالي 10 دقايق لغايه لما تخلص سواها. دي كده النار يا جماعه متوسطه مش عاليه عشان خاطر ياخدوا بس الريحه من بعض وكل حاجه ناقص لها تكه بسيطه في السوا فكون استوت. وفي الاخر هوريكم شكلها النهائي. وده دلوقتي يا جماعه الشكل النهائي لفواكه اللحوم بتاعتنا، كلها خدت نفس اللون، كلها خدت نفس التسويه، طعمها حلو جدا وما بتاخدش سوا خالص، يعني هي اقصاها تلت ساعه من اول ما بدات لغايه النهايه. قولوا طريقتها وقولوا ايه رايكم. الف هنا وشفا.